السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نحاول ان شاء الله نديرو الدراسة ديال لي زانتيغرال، ولكن اللي كيتكتبوا لي على هذا الشكل، يعني اف دو تي لانتيغرال لي بورغ ديالهم عبارة عن دي دو فونكسيون فهم، حيت حنا ديجا من قبل لي بورغ كيكونوا عبارة عن اشكال، عن اعداد حقيقية. اليوم غادي نشوفوا الا جاب الله كانت عندي في لي بورغ فونكسيون، يعني بحال دابا اكس وسيتان و اكس و 3 ولا 3 اكس ولا المهم دي فونكسيون. كيفاش كنرسم النوع ديال هاد الدوال هذا؟ اول حاجه اذا جاب الله طلبوا مني مجموعه تعريف، مجموعه تعريف داله اف. هاد الدرس هذا، هاد لا كونديسيون هادي كاينه في البروغرام ديال الباك سيونس مات، مفهوم. هما اللي كيطلبوا منهم مجموعه تعريف، او يقدروا يسولوهم في الوطني على مجموعه تعريف ديال هاد لي زانتيغرال، مفهوم الشباب. ولكن كان واحد فونكسيون، وكاين واحد لا كونديسيون اخرى او دراسه اخرى، اننا كنحسبوا اف بريم، يعني المشتقه ديال هاد اف هادي، مفهوم. غادي نديروها حتى هي، هادي كتكون عند لي دو، سواء عند سيونس مات سواء في العلوم الاخرين، يعني فيزيائيه وعلوم حيطوره، مفهوم الشباب. دونك مجموعه التعريف، مجموعه التعريف لي غونت اف، ياك الشباب. شنو كنديروا دونك؟ كيف ما كنعرفوا ان مجموعه التعريف ديال واحد انتيغرال خص تكون هاد اف هادي كونتيني في هاد البورن، هاد في هاد لي بورن، مفهوم. ولكن دابا هاد اف هادي راها كونتيني، دونك كنشوفوا مجموعه التعريف ديال هاد الداله هادي خصها تكون كونتيني في هاد لي بورن، وهاد لي بورن حتى هما عباره عن دو فونكسيون، يعني حتى هما عندهم مجموعه التعريف ديالهم، مفهوم الشباب. دونك مجموعه التعريف ديال الداله غروند اف اش كتساوي؟ او بون نقدروا نكتبوها x ينتمي الى الداد اف، الى غروند داد اف، يكافي فهم، يكافي ان x ينتمي الى r بحيث بتيت x تنتمي الى المجال او تقاطع مجالي التعريف ديال u و v، فهم. يعني مجال التعريف ديال الداله u تقاطع مجال ديال الداله v، ياك الشباب. دونك خص اكس ينتمي للتقاطع ديال هاد مجموعة التعريف ديال الدالتين، و اي ان هاد المجال او في، دونك في هي الصغيرة او او هي الصغيرة، او دو اكس في دو اكس، خص هاد المجال هذا يكون ضمن ديد اف اللي هي اف صغيرة، هاد اف هادي صغيرة، مفهوم الشباب. دونك هادي هي مجموعة التعريف ديال الدالة كونت اف، ياك. ناخذ مثال، ناخذ واحد المثال. الا خدينا كمثال الداله لانتيغرال ما بين اكس تل 2 اكس ديال 1 على 1 ناقص تي دي تي، ياك الشباب. دونك هذه هي كونت اف دو اكس، مفهوم. قال لك سيدي احسب مجموعة التعريف ديال الدالة غون تعريف، ياك. دونك مجموعة التعريف، مجموعة التعريف الدالة اف كبيرة هي كيف ما قلنا اكس ينتمي الى غون ديال اف، يكافي ان اكس ينتمي الى ار بحيث شنو كنديرو؟ خص اكس ينتمي، كنعاود نكتبها، مفهوم. دابا هادي هي لا ريداكسيون، بحال هكا كنحاول نجاوب على التمرين، مفهوم الشباب. حيت ديال او في يعني غندير ديال اكس، سمحوا لي انا غندير ديال اكس، هنا غندير ديال ديال جوج اكس، ياك الشباب. ولا اي، مفهوم. و المجال اكس جوج اكس خص يكون ضمن مجال التعريف ديال الدالة هادي، ضمن دي ديال اف. و اف شنو هي عندنا على هذا الشكل؟ بتيت اف دو تي كتساوي ليا واحد على واحد ناقص تي، واحد على واحد ناقص تي. شنو هي مجموعة التعريف ديالها؟ هو المقام يخالف الصفر، يعني ان واحد ناقص تي خص تخالف ليا زيرو، يعني ان تي خصو يخالف ليا واحد، مفهوم الشباب. دونك يعني هي ار باستثناء صفر، ياك، او هي موال لانفيني حتى لزيرو، وزيرو بلوس لانفيني، اسمحوا لي باستثناء واحد،
يعني من مو لانفيني حتى الواحد، ومن واحد حتى البلوس لانفيني، مفهوم الشباب؟ دونك ندوزو نكملو على هاد الحاجة دابا، هادي غير في الجنب ياك، ندوزو نكملو. هادي هي اكس ينتمي الى ار، بحيث شنو هو التقاطع ديال هاد المجالين؟ مجموعة التعريف ديال الاول ديال اكس راه هي ار، تقاطع مع جوج اكس مجموعة التعريف ديال جوج اكس راه هي ار حتى هي، يعني ار تقاطع ار هي ار، يعني اكس ينتمي الى ار، كتبقى نفسها يعني يمكن نستغنى عليها كاع يعني نحيدها صافي، حيتاش ار هو المجال اللي مدوميني على كل شيء المجالات، او بالاحرى كاين النومبر كومبليكس هو اللي جامع، ولكن حنا ما خداميش في الكومبليكس هنا، يعني ار هو الكبير، مفهوم؟ دونك ديريكتومون نمشي ندير هاد لونكادغومون هذا، يعني خصو يكون اكس 2 اكس المجال اكس 2 اكس اونكلي دون المجال اف، اف صغيرة اللي هو موان لانفيني واحد اتحاد واحد بلس لانفيني، ياك الشباب ضمن هاد المجال هذا، مفهوم؟ يعني ان اكس جوج اكس خصو يكون كينتمي لهذا المجال ضمن هذا المجال واتحاد هذا المجال هذا، يعني ان اكس خصو يكون اصغر يعني من المجال على اليسار، واحد على اليسار يعني خصو يكون اصغر من واحد، و اكس او جوج اكس اصغر من واحد ياك، او ولا اي ولا او هنايا، المهم على حسب الكواد كيفاش كيقرا ما عليناش. دونك المجال الثاني اللي هو اكبر من واحد، يعني اكس اكبر من واحد و 2 اكس اكبر من واحد، ياك الشباب هنا كنمشي ندير الدراسه، مفهوم؟ دونك ايكيفالون او ندير المهم بحال بحال، اكس اصغر من واحد راه معروف المجال ديالها اللي هو واحد موال لانفيني، و اكس خصنا نشوف هنا شحال اصغر من اش، اصغر من ان دومي، يعني اكس اصغر من واحد على جوج ياك، واحد على التانية أو الحالة، أو الحالة التانية إكس أكبر من واحد و سمحوا لي أنا جوج إكس ياك، إكس أكبر من أن دومي، مفهوم؟ دونك خصني نخرج مجالين، أو يعني نخرج هنا مجالين، يعني هنا هو نكتب هادشي على شكل مجالات باش يبان لي داكشي مزيان. المجال الأول إكس أنفيريور أ أن سي موا لانفيني واحد ياك، و اش كتعني و؟ ديما كتعني لي التقاطع ياك، و إكس او بالاحرى المجال نديرو المجال ان دومي او موان لانفيني ان دومي، فما دي موان لانفيني ياك الشباب، ناقص ما لا نهائي حيتاش اصغر قطعا من ان دومي. والمجال الثاني او الحاله الثانيه اكس كبر من واحد اللي هو دونك واحد بلس لانفيني ياك، وتقاطع يعني اكس اكبر من ان دومي، يعني من ان دومي لبلس لانفيني ياك الشباب. دونك خصهم يخرجوا لي مجالين، شنو هو المجال الاول؟ دونك هنا كاينه او ما بين الانترفال الاول ولا الانترفال الثاني، دونك التقاطع خصو يخرج لي مجال، مفهوم؟ شنو هو التقاطع ديال هاد المجالين؟ شنو هما العناصر المشتركه ما بين ناقص ما لا نهايه واحد وناقص ما لا نهايه ان دومي؟ بطبيعه الحال هي ان دومي ناقص ما لا نهايه، يمكن ندير على شكل مستقيم مدرج، يعني درت هنا موال انفيني، هنا ان دومي هي الصغيره اللي واحد، دونك المجال الاول اللي هو واحد ناقص ما لا نهايه، دونك هذا هو المجال الاول، تقاطع مع المجال الثاني اللي هو واحد واحد على جوج ناقص ما لا نهايه. شنو هما العناصر المشتركه ما بين واحد ناقص ما لا نهايه وواحد على جوج ناقص ما لا نهايه؟ بطبيعه الحال هما هذا المجال هذا، حيتاش هما اللي كيكونوا مشتركين ما بين المجالين بجوج، مفهوم؟ دونك الخلاصه او العصاره ديال المجال الاول كتعطينا اللي هي ناقص ما لا نهايه واحد على جوج، مفهوم؟ والمجال الثاني هو واحد بلس لانفيني، يمكن ندير على شكل تاية مستقيم مدرج، واحد واحد و ان دومي، ان دومي اصغر من ان، مفهوم؟ دونك ان دومي بلس لانفيني ها هي، و واحد ان دومي سي هي العناصر المشتركة اللي هي ان بلس لانفيني، مفهوم الشباب؟ دونك هي واحد بلس لانفيني، مفهوم؟ ومنه مجموعة التعريف اللي هي كما كاين هنا قلنا او، يعني او ديما كتعنينا الاتحاد، نديرها في الجنب. دونك الا كانت اي و يعني و شنو كتعني ليا ديما؟ الا كانت اي وسط جوج مجالات كتعني ليا لانتيرسيكسيون تقاطع ياك، والا كانت او بيان فرونسي او كتعني ديما الاتحاد، الا كانت او ولا او ما بين مجالين كتعني ليا اتحاد، يعني غيكون ما
ما بين هذا المجال الاول وهذا المجال الثاني كاين او، يعني غيكون اتحاد. ها هي هذا المجال هذا اتحاد مع هذا المجال، وهنا يدلك شفنا انه التقاطع وخرجناه مفهوم. التقاطع ديما كيخرج ليا مجال في الاخر مفهوم، اتحاد ميمكنش نخرج. دونك التقاطع مجالين كيعطوني مجال مفهوم، اتحاد مجالين كيعطيني، يقدر يكون مجالين نيت يقدر كيعطوني مجال مفهوم على حسب. دونك ومنه اتحاد دونك ديد اف ديد غروند اف كيساوي اكس ينتمي الى ار، بحيث اكس ينتمي للمجال اللي هما ناقص ما لا نهاية واحد على جوج اتحاد واحد بلس لانفيني مفهوم. ومنه ديد اف غروند اف يمكن نكتبه بلون مغاير باش يبان لينا اللي هو المجال ناقص ما لا نهاية واحد على جوج اتحاد واحد زائد ما لا نهاية مفهوم الشباب. دونك هذا هو مجموع التعريف ديال هاد الانتيغرال اللي عطينا حنا، اللي هو ان سيغ ان موان تي دي تي مفهوم الشباب. دونك هذا غير مثال باش نحاولوا نفهموا الامور مفهوم. ندوزو دابا للديريفي دونك الاشتقاق ديال هاد الفونكسيون هادي. دونك كقاعدة يمكن نديمونطريو عليها هي ان الا كانت عندي اف دو اكس كتكتب لي على شكل لانتيغرال ما بين او اكس و في اكس اف دو تي دي تي، اشتقاق ديال هاد الفونكسيون غون اف او الدالة الاصلية ديالها شنو هي، اش كتساوي؟ كتساوي يا سيدي هي في بريم دو اكس البورن الفوقاني مفهوم فوا غون اف دو في اكس موا U prime de x grand f ديال U de x مفهوم. بحيث هاد f هادي هي الدالة الأصلية ديال بتيت f، grand f هي الدالة الأصلية لي بتيت f مفهوم الشباب. هادي يمكن نديمونطريو عليها. دونك كيما كنعرفو دونك نديرو برهان، عندنا غونت اف دو اكس كتساوي هي لانتيغرال ما بين في دي اكس و بون في دي اكس الفوق و او دي اكس بحال الشباب ياك. ولكن هنا على حسب الى تقلبوا ليا غيتقلب ليا هادشي. دونك هاد الحاله هادي ديال هاد الحاله دونك في الحاله الا كان في الفوق و او تحت مفهوم، اللي هي نفسها خدامي عليها دابا دي تي. دونك نديرو هنا تي هو الفاريابل و اكس هو ديال لي بورن مفهوم الشباب. يعني يا شباب شنو هي الانتيغرال ديال هادي؟ الانتيغرال اون جينيرال كيعطيني اف دو اكس ياك. دونك الى درت الاشتقاق ديال هاد اف هادي مفهوم الشباب. دونك الانتيغرال دابا اون كا جينيرال الانتيغرال ديال واحد اف ما بين دو بورن عاديين ما بين ا و بي ديال اف دو تي دي تي ياك. الى كانت اف دو اكس تعطيني هي f de b موان f de a مفهوم. الا كان a و b دابا هنا الا كان عندي انا u v شنو غادي تساوي؟ دونك هادي غتساوي f de v de x موان f grand f بطبيعة الحال ديال u de x مفهوم الشباب. دونك هادي هي f de x ياك الشباب. دونك حنا شنو عطاتنا هادي؟ هادي المشتقة. دونك إذا الاشتقاق ديال هاد اف خصني ندير الاشتقاق ديال هاد العجب هذا كامل مفهوم. دونك ومنه غونت اف المشتقة ديالها شنو هي؟ المشتقة ديال مجموع دالتين كنفرق، يعني الاشتقاق تا هو لينير، يعني ديك الخطانية أو الخطية ديال الاشتقاق يمكن نفرقهم بحال لي زانتيغرال بحال داك العجب، يعني الاشتقاق ديال الأول زائد الاشتقاق ديال الثاني. دونك هي الاشتقاق ديال اف بريم ديال اي ديال في دي اكس، اسمحوا لي انا ماشي الداخل، كامله المشتقه كامله ناقص اف دو او دو اكس مشتقه كامله ياك الشباب. دونك الا كان عندي مركب دالتين جي غون اف دو اكس المشتقه ديالها شنو هي؟ كنخرج هاد اف على برا كندير ليها الاشتقاق وكندير جي اف جي بريم ديال اف دو اكس مفهوم الشباب. دونك ومنو
شنو كتبنا هنا؟ سمحوا لي دابا هادي راه اف صغيره ياك. سمحوا لي الشباب ياك، هادي راه اف صغيره، اعتذر على هذا الخطأ. اف صغيره باش ما غندير لها اشتقاق، حيت الاشتقاق ديال واحد اف فواحد البورن هو ديك اف صغيره، مفهوم؟ ياك ما كاينش شي خطأ اخر هنا. دونك مزيان، اعتذر الشباب على هذا الخطأ. دونك لاش توصلنا دابا ان غونت اف ديال اكس المشتقه ديالها قلنا بان هي، نعاودو نكتبوها، هي في اكس لو تو بريم موان اف دو يو دي اكس لو تو بريم، ياك المشتقه ديال الاولى كما قلنا على هاد الصيغه هادي، كنخرج ديك اللي لداخل كنديرها المشتقه، لداخل عندي هو في، هي في بريم ديال اكس، وكندير غونت اف كندير لها الاشتقاق تاعها على هاد الشكل، كتولي جي تا هي المشتقه ديال في دي اكس موان، هنا كنخرج يو دي اكس على برا المشتقه ديالها، و غونت اف بريم ديال يو دو اكس، ياك الشباب. دونك كما كنقولو الا قلنا ان اف داله اصليه لبتيت اف، اذا كان او اذا كانت غونت اف بريم كتساوي تيت اف، مفهوم الشباب؟ كاين واحد ليكيفالونس، يعني باش يمكن لك تجي تمشي من هذه لهذه ولا ترجع من هذه لهذه، مفهوم؟ يعني إذا تحققت لي أن اف غونت اف بريم كتلاها كتساوي لي اف، دونك أن غونت اف هي الدالة الأصلية ديال اف تيت اف، وإلا كانت اف غونت اف دالة أصلية لتيت اف، يعني راه غونت اف كتساوي لي المشتقة ديالها اللي هي كتساوي تيت اف، مفهوم الشباب؟ ومنه أن في بريم ديال اكس هادي كيما قلنا غونت اف المشتقة ديالها تعطيني ديريكتومون اللي هي تيت اف ديال في دو اكس، ياك الشباب؟ موان نخلي او بريم دو اكس و غونت اف المشتقة اللي هي بتيت اف غتولي ديال او دو اكس، مفهوم الشباب؟ دونك هادي هي المشتقة ديال اف غونت اف دو اكس، يعني الاشتقاق ديال لانتيغرال، مفهوم؟ مفهوم الشباب؟ دونك هادو عبارة غير عن دي نوسيون كيكونوا قلال بزاف انهم يتحطوا في الوطني، ولكن كاين احتمالية، يعني هادشي كاين في وسط الدرس، مفهوم الشباب؟ مزيان، ندوزو للمبرهنات ديال او مبرهنات المتوسط. مبرهنات ديال المتوسط، شنو كنقولو في هاد المبرهنات المتوسط في لي زانتيغرال؟ دونك كتكتب ليا على شكل، اذا كانت اف متصله على مجال ا بي، ياك الشباب اف متصله على مجال ا بي، فان يوجد عدد وحيد او يوجد على الاقل واحد الفا ينتمي لهاد المجال، بحيث تيت اف ديال هاد الفا هادي كتساوي هي واحد على بي موان ا لانتيغرال ما بين ا و بي ديال اف دو تي دي تي، مفهوم؟ هادي هي مبرهنات المتوسط، مفهوم؟ او تيوغيم دو موين، مفهوم الشباب؟ دونك هادي دي تيوغيم جوستومون غير كديناسيون وصافي، ياك الشباب. ناخدو مثال، بين انه يوجد انه يوجد واحد العدد وحيد الفا ينتمي الى واحد او، بحيث دونك بحيث او موان زان الين دو او كتساوي لانتيغرال من واحد حتى لو الين دو اكس دي اكس، ياك الشباب؟ دونك هاد لانتيغرال هذا او هاد ديمونستراسيون باينه مجاوبه على راسها، مفهوم؟ يعني غير باش نوضحوا الامور صافي، ياك؟ دونك فين هي اف هنا، يعني غنستعمل باستعمال هاد المبرهنه ديال المتوسط، فين هي اف باش نجي نعوضها هنا، فين هي اف باش نجي نعوضها؟
اف عندي على شكل ال ان دو اكس، دونك اف دو تي او ال ان دو اكس بحال بحال، اف دو تي تيكالا ال ان دو تي ياك الشباب. دونك شنو هو الشرط، شنو هو الشرط اللي هو اف خص تكون متصله على المجال ا بي. شنو هو المجال ا بي عندي انا هنا؟ المجال ا بي هو لي بورن ديال لانتيغرال. انا لانتيغرال عندي هو واحد او، يعني المجال عندي اف متصله على واحد او ياك الشباب. دونك حسب مبرهنات القيم الوسطيه اش كتقول لنا؟ حسب مبرهنات القيم الوسطية تي في اي، فإنه إذا كانت اف متصلة على مجال، هذه غير غنعاودوها ياك، هذه تيوريم غادي نعاودوها، مجال ابي إذا كانت متصلة على واحد المجال ابي، فإنه يوجد على الأقل بون متصل على مجال أ بي، نزيدو واحد لا كونديسيون أخرى، و لامدا بون المجال خص نديرو الصورة ديال أ بي كتساوي ليا واحد بتيت ام و غروند ام ياك الشباب. هادي فكا جينيرال، يعني كاينه الصوره ديال هاد المجال هذا اللي هي ا بي، كنمشي نحسب الصوره ديال اف، الصوره ديال بي، الصوره ديال ا هي ام، والصوره ديال بي هي غونت ام، مفهوم؟ اذا كان واحد لامدا محصور ما بين ام و غونت ام، او لامدا محصور ما بين ام شنو هي اللي هي اف دو ا، الصوره ديال البورن او ذاك الطرف الاول ديال المجال، و غونت ام اللي هي الصوره ديال الطرف الثاني ديال المجال، مفهوم؟ فانه يوجد على الاقل واحد الفا، بحيث دونك اف دو الفا ايتيكال داك لامدا، مفهوم؟ هذه هذه هي مبرهنات القيم الوسطيه، هذه في حاله ديال لامدا يمكن لي نوضع ان لامدا كيساوي لي زيرو، مفهوم الشباب؟ دونك الا كان زيرو ينتمي لمجال ام ام، مفهوم؟ حاله خاصه نديروها الشباب، ما عليناش. اذا كان الزيرو ينتمي الى المجال ام غونت ام، بمعنى ان الزيرو ينتمي لاف دو ا اف دو بي، صور ديال هذاك الانتيغرال ا بي ياك. ونزيدو واحد الشرط، دابا هنا يوجد على الاقل، دونك باش يكون يوجد عدد وحيد خص يكون اتصال وتكون الرتابه قطعا، مفهوم؟ دونك الا كانت دابا خص تكون متصله ورتيبه، واحد الشرط نسينا انا، دونك خص تكون ورتيبه، يعني يا اما تزايديه يا اما تناقصيه، مفهوم؟ يعني ما تكونش كونستانت، ما تكونش ثابته، مفهوم الشباب؟ دونك ورتيبة يعني يوجد على الأقل، إلا كانت رتيبة قطعا يعني راها كيكون لينيسيتي، يعني كيكون هاد ألفا وحيد، مفهوم؟ دونك إذا كانت زيرو هاد الحالة الخاصة ديال الزيرو. دونك و نزيدو واحد لا كونديسيون أخرى، إذا كانت اف دو أ فوا اف دو بي انفيريور أ زيرو، يعني درنا الجداء ديال اف دو أ فوا اف دو بي عطاني انفيريور أ زيرو، فإن شنو يكون يعني بان اف دو ا فوا اف دو بي انفيريور ا زيرو، يعني واحد من هاد الصور هادو راه اصغر من الزيرو، واحد فيهم يكفي ان واحد فيهم اصغر من الزيرو، مفهوم؟ كمثال دونك اذا رسمنا هادشي على واحد المستقيم بوم على واحد المعلم، دونك كانت هادي هي ا وهادي هي بي، و اف دو ا كانت هنا عندي الفوق خدات لي هاد النقطة، هادي هي اف دو ا، و بي كانت هنا هنايا، مفهوم؟ خدات لي هادي هي اف دو بي، مفهوم الشباب؟ دونك هادي هي نقطة A F دو A وهذه نقطة B F دو B. دونك باش نجمع ما بين هاد النقطة وهاد النقطة ضروري ضروري خصني نقطع هاد السيد، نقطع هاد المحور الأفاسي، ندير كيف ما بغيت ندير ضروري نقطع هاد السيد F، مفهوم؟ فهاد النقطة هاد، دونك ديك الرتابة قطعا، الرتابة قطعا،
ou بأن اف دو ا فوا اف دو بي كتكون انفيريور ا زيرو، كي يفرض عليا ان اف خصها تساوي ليا زيرو. مفهوم؟ يعني ديما كنعرفوا بان اف كتساوي زيرو، يعني اف كيقطع ليا محور الافاصيل في واحد النقطه، وهذيك النقطه اللي هي الفا. مفهوم؟ يعني فان إل إكزيست واحد الفا ينتمي الى ابي، هذا مجال ابي اللي هو هذا الفا، بحيث اف دو الفا صورة ديال اف دو الفا كتساوي ليا زيرو. مفهوم؟ يعني ماشي غنحسب ان اف دو الفا تعطيني ديريكتومون اللي هي زيرو. مفهوم الشباب؟ على محور الافاصيل. مفهوم؟ دونك زياد، دونك هذه واحد الكونديسيون زايده. الا كانت الرتابه قطعا، فان دونك يكون الوحدانيه ديال داك السوليسيون او ديال داك لونيسيتي ديال هاد الفا هذا. مفهوم؟ فان يوجد عدد وحيد الفا ينتمي الى المجال ا بي، بحيث بون اف دو الفا ايتيغال لامدا. ياك غير هادي باش نكملوها باش ناكدوها. مفهوم الشباب؟ دونك شوف دابا فين ولينا وفين خرجنا. ما عليناش دابا، هادي غير تذكير ديال المبرهنات القيم الوسطيه. ياك حيتاش كنحتاجوها. بون دونك اذا يوجد واحد الفا دونك انطلاقا من هذه الكونديسيون، دونك عندنا اف راه متصله اللي هي ال ان، عندي ال ان دو اكس راه متصله في مجال واحد او. ياك يعني يوجد ورتيبه متصله ورتيبه، يعني تزايديه كيف ما كنعرفوا ال ان ما بين واحد و او. مفهوم الشباب؟ دونك فان نكملوا على اف دو تي راه متصله على واحد او، و اف رتيبه نقدر نقول بأنها قطعا رتيبة قطعا على أو واحد. ياك الشباب؟ فإن يوجد واحد عدد ألفا وحيد ألفا ينتمي لهذا المجال واحد أو، بحيث شنو؟ حسب القاعدة اف دو أو اتقال واحد على بي موا أ. شنو هي بي وشنو هي أ؟ هذه هي أ، هذه هي بي. دونك بي ناقص أ يعني أو موان زا، هي او موان زا لانتيغرال ما بين واحد او بي. فهم؟ ديال اش؟ ديال ال ان دو تي دي تي، ولا ال ان دو اكس دي اكس. ياك الشباب؟ دونك ال ان دو اكس شنو هي الداله الاصليه ديالو؟ بالمكامله باجزاء، ولا هاد ال ان راه معروف لانتيغرال ديالها؟ نحسبوه او موان زا ديريكت ال ان كيساوي هو تي ال ان دو تي بالمكامله باجزاء. ياك الشباب؟ انت وصلوا انها كتساوي تي ال ان دو تي موان تي اونتخ واحد اي او. ياك الى عوضت ب او دونك غتعطيني او ال ان دو او. ال ان دو او سي ان. ياك الشباب؟ ان فوا او موان او، او موان او سي زيرو، يعني في البورن او كيعطيني زيرو. نجي نعوض في لو ان، الى عوضت في لو ان عطينا واحد ال ان دو واحد، ال ان دو واحد سي زيرو موان زا، نعوض تي بواحد سي ان، دونك موان زا. مفهوم الشباب؟ مع ديك الموان تولي بلوس، يعني تولي ان. مفهوم الشباب؟ دونك ومنه هاد لانتيغرال هذا او هاد اف دو تي. دونك ما عليناش، سو كي كيفالون انا لانتيغرال ديال ال ان دو تي اونتخ واحد اي او ال ان دو اكس دي اكس كيساوي واحد على على او ناقص واحد، دونك واحد على او موان زان فوا واحد. ياك الشباب؟ دونك هادي عطاتني واحد اللي هي واحد على او موان زان. مفهوم؟ دونك ومنه كما قلنا ان اف دو الفا، اف عرفناها بانها كتساوي ال ان دو تي، الى عوضت اف دو الفا تعطيني ال ان دو او. ياك اف دو اكس كتساوي ال ان دو اكس، اف دو الفا غتساوي هي ال ان ديال الفا. ياك الشباب؟ دونك ال ان دو الفا، ال ان دو الفا اللي كتساوي هاد العجب هذا اللي هي كتساوي واحد على او موان زا. مفهوم الشباب؟ دونك غندي هاد لانتيغرال جي هاد او موان زا نديها نضربها في ال ان، عطيني هي او موان زا مضروبه في ال ان دو او اللي كيساوي لانتيغرال ما بين واحد دو او ديال اش؟ ديال ال ان دو تي دي فهم الشباب؟ دونك من هو توصلنا لهذا العجب هذا. مفهوم؟ نتمنى هذا العجب انه يكون مفهوم شويه.
المهم هادشي راه غير باش نكمل الدرس ديال لي زانتيغرال باش ندخلوا دروس جداد ان شاء الله. فهم هاد لا بارتي هادي ما كيانسيستيوش عليها الاساتذه بزاف، ولكن خصو البروغرام يكمل. فهم دونك نتمنى ان الفيديو يكون واضح. شي حاجه ما واضحه يمكن لكم تخليوها ليا في التعليق. وهادشي اللي كاين الشباب، وخليت لكم الراحه. السلام عليكم.